بدي أجوبة. أجوبة السعودية هي عندها مشكلة مع لبنان وليس مع الحريرية وليس مع سعد الحريري. طيب. إذا خلصت. سعد الحريري لديه أي مشكلة مع السعودية فهي داخل السعودية وليس بسياسة لبنان، سياسة سعد الحريري بلبنان. طيب. في أحكي؟ كان ما بقى ندخل بتفاصيل أنه السعودية وفيتو، لا لا فيتو. خلصت؟ في أحكي؟ طيب اسمعني بس. الجولات اللي عملها السفير السعودي واللقاءات اللي عملها ومحاولة ضخ دم بالطائفة السنية لمحاولة إيجاد زعامة بديلة عن سعد الحريري لم تنجح. لو نجحت فيها السعودية كنا شفنا نتائج غير هيك بمجلس النواب، هيدي أول شغلة. وكنا كانت نجحت الزعامات الأخرى، يعني كنا شفنا نجيب ميقاتي زعيم، وكنا شفنا يمكن ما بعرف مين أيضا زعيمه قادر يستقطب كل الأرض. ثانيا لبنان روح لبعيد، 2017 اللي عملته المملكة مع الرئيس سعد الحريري هذا لا يؤشر ولا يبشر بالخير. نعم. ولولا التدخل التدخل الكبير للدولة اللبنانية، للعماد ميشيل عون، للوزير جبران باسيل، للرئيس بري، للجميع، حتى لحزب الله كان ما بعرف وين سعد الحريري. عم تحاولي تستفزيني. لا أنا عم بطرح أسئلة مشروعة، ما استفز حدا. لا 2017 عندما يقول الرئيس سعد الحريري لأنه كان صاير معه شيء، نحن أول ناس حنكون وراه. إلى اليوم الرئيس سعد الحريري يقول ما كان صاير معي شيء ب 2017. سعد الحريري ولد السعودية، هيك بيقولوا هني عنه، ابن السعودية، وهو أيضا سعودي وابن المملكة. ولو قال أي كلمة ضد المملكة السعودية من 2017 لليوم يجي حدا يواجهني ويحط عليه. المشكلة إنه ما بقى البحصة، بس بعد على الآن بالزعيم. خلاص، هو رجل لديه علاقة خاصة بينه وبين المملكة العربية السعودية، بينه وبينه. اليوم عم نحكي نحن عن لبنان. هيدي المرحلة لا بقى نحن نرجع عم نرجع كتير ممتاز. لمطارح طيب. معي يعني بعد الانتخابات كان هناك محاولات ربما لتفادي الفراغ بقلب الانتخابات بين السنة، حاول يمكن الرئيس السنيورة فكر انه الناس وراه، اخر شيء اكتشف انه لا، الناس بعدها موجودة على الضريح. فنزل ركض على بيت الوسط، وايضا تم استقباله بطريقه لائقه. هلا بدنا نشوف فوضى الاستقبالات شو دار بقلبها، استقبال رئيس سنيورة، استقبال القوات اللبنانيه، عده استقبالات رح لا ولقلك لليوم يدرك تماما. انا بس عم بعطيك زياده. الى اليوم يدرك تماما كمان، ويقولها الرئيس سعد الحريري، انه لبنان من دون الدول العربيه ما حيقدر يقوم بحاله. صحيح. وبعز المعارك اللي خوضت عليه اعلاميا الرئيس سعد الحريري، كان واضح عدم المس بالسعوديه او المملكه العربيه السعوديه. فانا عم بوضح لك الصوره انه كيف يتعاطى الرئيس سعد الحريري مع المملكه العربيه السعوديه. يعتبرها المملكه، هو بيعتبر حاله ابن المملكه، نقطع السطر، وهو موجود بابو ظبي ايضا الى جانب لبنان، اللي هي ايضا علاقتها مع المملكه واضحه. هلا نرجع على المشهديه. المشهديه عم بيجي لك الناس اللي نزلت بطريقة عفوية من دون تنظيم بهذا الحجم الهائل والكبير، لتعطيه تفويض جديد للرئيس سعد الحريري بأن على الأقل سنة جديدة بتعليق عمله السياسي. هل هيدا نحن من جوا عاطفيا محبي الحريري نريده؟ لا طبعا لا نريده، ولكن بنفس الوقت ندرك أنه هذا الخيار الصائب والصحيح بالنسبة لبيت الوسط. حاجي انا احط لك، بدك تفوتي بالاشخاص، فت لك بالاشخاص. بنفوت لانه في ناس علي في علامه استفهام كيف كان تعاطي معهم، وبلش لي من اتصال فخامه الرئيس. هلا اتصال فخامه الرئيس صراحه برايي نكته، يعني بتضحك انه هو لانه شريك، يعني الشخص اللي جاب رئيس حكومه كان عم يدعي للعوده لانه لبنان بحاجه لجميع بعد شو الافرقاء ولجميع بعد ما وان واي تيكت، من بعد تعطيل حكومه الحكومات والتشكيل، من بعد ما اتهموا قال له انه كذاب، من بعد ما راح بعت له دراج وقال له املأ الفراغ، من بعد ما ملى الدنيا طائفيه وحقد وحقوق مسيحيين وبحث عن العظام، بعد شو عم بيجي يحكي مع الرئيس الحريري؟ يعني جنت على نفسها مراكش. شو قال له الرئيس براكش؟ شو صراحة يعني شو قال له الرئيس سعد الحريري؟ يرجع قال له إن شاء الله بالاتصال، قال له إن شاء الله، بس قال له نتمنى أنه أنت ترجع، لأنه يعني اكتشف هلأ. شوف الرئيس بس سعد الحريري كان هالقد ناشف الاتصال، يعني سعد الحريري لكل المسيحيين كان يشكل ضمانة المناصفة والاعتدال والدولة بقلب البلد. هلا شوفي لي ببلدية بيروت إذا قادرين يجيبوا مناصفة أو لا. اللي كان الوحيد يضمنه هو سعد الحريري. فمش رح أقول لك أنا علق على الاتصال، خلص اتصال. وبالنهاية إذا كان هو استيقظ ميشيل عون الرئيس الجمهورية السابق متأخرة من بعد ما أنهى البلد 6 سنين جهنم،
باتصال ماشي الحال. امبارح كان ضيفي النائب اسعد درغام من التيار الوطني الحر قال اذا نحن عن جد اخطأ يعني تصرفنا اللي تصرفناه ادى الى تعليق الرئيس الحريري العمل السياسي فمنكون اخطأنا. طب وانا بقول لك كمان انه ايضا النائب المحترم اللائق ألاعون اللي زار ايضا بيت الوسط بصفه شخصيه هو ايضا كان يعترض على السياسات جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر تجاه الرئيس سعد الحريري. زار بيت الوسط بصفه شخصيه ألاعون؟ بصفه شخصيه. شخص مش موفد من رئيس التيار يعني؟ ما موفد من حدا، انا حسب معلوماتي بصفه شخصيه. التيار اذا بده يبعث بيبعث مجموعة. شو حكيهم سعد الحريري؟ بعيدا ما صار في حكي لها الزيارات كانت نحن عم نحكي عن 3 أيام هي أشبه بعزاء بالنهاية بذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكلها كانت اجتماعية ولكن طبعا كل محطة كان في عتاب مثلا كان في عتاب الرئيس سعد الحريري بمطرح تاني عم يبحث عن يعني لما يجي يقلك لما يلاقي الفرصة داخل لبنان أنه في إمكانية للتغيير حيكون موجود تأكدوا من هذا الشيء يعني هو مش انه والله علق العمل السياسي لا لما يلاقي الفرصة ليكون لبنان آمن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا حيكون اول واحد هيدي الفرصة يعني مبنية على التسويات الكبرى اللي عم بتصير يعني ما في فرصة الا لما تركب التسويات لما اخذ قرار قولوا الله وحكون تسونامي وما حدا حيقدر يلحقني بس بعدها الى الان ما في فرصة لا اقليميا ولا محليا لانه هذه الفرصة تأتي نتيجة تسويات بدنا نكون واقعيين انتبه في فرق ما بين التسويات والصفقات رفيق الحريري الله يرحمه كان يعمل تسويات لمصلحة البلد وين المشكلة ما نحن كلنا أطراف ومتنازعة بدنا نجي نحكي مع بعض بس تكون تسوية لمصلحة البلد لمصلحة اللبنانيين مش تسوية مشان واحد يحط مسؤول أو منصب أو موقع